او ازاي تنقل دماغك من ان انت طالب في ثانوي، ان انت وصلت واحد في كلية والمفروض ان انت اللي بتدور على المعلومة وبتدور على الحاجة اللي انت عايز تذاكرها، مش المعلومة عندك في الكتب ومعاك المدرس اللي بيساعدك ومعاك كل التولز اللي كانت معاك في ثانوي سوري او في المدارس. وعلى فكرة هي النقلة دي هي اللي هتنجحك في الكلية او هتخليك مش عارف تمانج امورك في الكلية، ان انت تنقل دماغك من ان انا عندي available المعلومة في 100 سورس للمعلومة ان انت عندك محاضر بيديك محاضرة، وانت ساعات بتضطر تكتب المحاضرة دي بأيا كانت الطريقة اللي انت بتكتب بيها، وهي ده السورس بتاعك في المذاكرة. ثواني عشان انا ما بدأتش التسجيل، هنبدأ نسجل بس عشان ايه برضو، لا في حد بيسجل فتمام ماشي. فاحنا بنتكلم ان احنا عايزين بس نغير تفكيرك من ان انت معلومة بتجيلك لحد عندك، لان انت واحد بتسمع محاضرة وبترجع تذاكر من المحاضرة اللي انت كاتبها. اخر المحاضرة زي ما اتفقنا هنوصل ان انت وصلت معانا لباب الامتحان، وايه جايد لاينز كمان عشان ان انت تخش الامتحان مستريح وتعرف تجاوب بطريقة كويسة. البرزنتيشن اوت لاين ده اللي احنا هنتكلم في ايه النهارده، هنتكلم في شقين. اول حاجه هاو تو بي ا جود ليسنر، ازاي تطلع من المحاضره سامع كويس وفاهم الموضوع كويس. وتاني حاجه الافكتيف ستادينج، ان انت خرجت من المحاضره خلاص كاتبها كويس ورايح تذاكرها في البيت عندك. تمام كده. طيب اول حاجه هنديك التابس عشان تو بي ا جود ليسنر. اول حاجه من a natural eye contact with the speaker، يعني ايه؟ يعني بص في وش المحاضر على طول، ما تقبلش عينك رايحة جاية لا في السقف لا في الحيطة، بتبص على العصفورة اللي عند الشباك. الحاجات دي كلها بتعمل لك ايه؟ interruption، بتعمل لك قلة التركيز. والاي كونتاكت دي يا جماعة عملوا عليها ابحاث نفسية كتيرة جدا. عايزة اقول لك ان فرق الطفل الطبيعي اللي هو عنده شهرين ثلاثة من الطفل اللي عنده الديزم هو الاي كونتاكت دي. يعني الاي كونتاكت دي في البشريه كلها شيء مهم جدا. طب بالنسبه للمحاضر ايه المهم ان انت تبص عليه؟ هنشوف النمره 2 بيقول لك show by your posture that you are alert and interested. انت لما بتبص على المحاضر هو بيحس بحته الالارت اند انترستد دي، فهو بيبدا يديك كمان طاقه ايجابيه، انت بتدي له طاقه ايجابيه بتنعكس على المحاضر بتاعك، بيبدا يحاول يبسط لك المعلومه ويحاول يديك احسن حاجه عنده. يعني دي شوية انت بتلعب مع المحاضر في حتة ايه، ان هو حاسس ان حد بيسمعه فايه، فعايز ايه يقول احسن حاجة عنه. تخيل كده نفسك مكاننا وان انت طالب واحد ولا اتنين قاعدين قدام بيكتبوا والباقي ورا عامل المهرجان ومش عايز يسمعه. ده اللي انتوا بتحطونا فيه في الكلاس وورك بتاعكم، فبالتالي بيبقى الجو النفسي بتاعنا مش ايه، مش ان احنا عايزين نصحصح مع بعض. لكن انا لو دخلت الخمسين واحد دول اتنين منهم عايزين يناموا او مش مهتمين، وخمسة واربعين منهم مثلا عايزين يسمعوني وبيجاوبوا معايا وبيسألوني و هيشغلوني معاهم، هبقى عايزة ايه اطلع احسن حاجة عندي ليهم. ماشي يا باشمهندسين؟ وده يمكن احنا جربناه قوي واحنا صغيرين، معيدين صغيرين، لما كنا بنخش السكاشن اكتر من المحاضرات. يعني السكاشن كمان بنحس قوي الحته الاي كونتاكت وحته ان الطالب ده مهتم بالسكشن ولا لا، وهل هينعكس على ادائنا ولا لا. فعلا بالتجربه لقيناه بينعكس على ادائنا. يعني ممكن نفس الشيت نخشه لسكشن معين وسكشن معين، تلاقي نفسك بتبدع في السكشن ده وبتقول كلام يعني ايه حلو جدا، والسكشن التاني اللي مش مديك اهتمام انت مش قادر تديهم اللي ايه اقصى دقة عندك. ماشي يا جماعة؟ يبقى اول نقطتين دول بتلعب مع البريزنتر بتاعك ان انت تحسسه انه انت عايز تسمعه، فهو بالتالي هيبقى عايز يقول لك احسن حاجة عنده. Go to class few minutes early. ليه بقى تروح الfew minutes early دي؟ لان احنا كلنا بني ادمين. يعني انا مثلا بحب فلان وفلان عايز اقعد جنبهم، فادخل كده الكلاس بدري عشان اقعد جنب اللي انا عايزه، عشان اسلم على اصحابي كما يجب، وعشان نقعد نهزر تقيتين ثلاثة كده نطلع من المود. ندخل المحاضرة انا اوريدي فريش مع اصحابي والدنيا لطيفة وكده، فاقدر ايه ان انا استمع، ابقى مستمع جيد للمحاضر. طيب لو دخلت متأخر هعمل ايه؟ هيحصل انترابشن للمحاضر، هيحصل انترابشن للمحاضرة، وهيحصل ان انت داخل عمال برضو عايز تقعد جنب فلان فتقوم علان، فالدنيا بتتلخبط. فانت
محدش منعك ان انت بني ادم وعايز تقعد جنب حد معين وعايزين تسلموا على بعض وكل الكلام ده، فخشوا 10 دقائق بدري اعملوا فيها الكلام ده كله. Review your notes before class، يعني حاول لو عندك معلومة انت هتاخد ايه بكرة حاول ان انت تراجعها، عشان لما انت هتبقى قاري زي ما كنا ايام ثانوي كده يقولوا لك ايه حضر الدرس اللي انت هتاخده. ماشي يا باشمهندسين، هنحضر الدرس اللي احنا هناخده عشان لما اجي اسمع المعلومة لتاني مرة تثبت في دماغي اسرع شوية. بصراحة يعني عشان ابقى واقعية معاكم، الحتة دي مش موجودة عندك في الكلية، لان انت قليل جدا المواد اللي فيها نوتس، ولو المادة فيها نوتس لو قريتها مش هتستوعب اي حاجة من القراية لوحدك، فايه فوفر وقتك في الحتة دي. بس خلينا ايه نشرحها عشان الامتحان والام سي كيو بتاع الامتحان لو سألك فيها تبقى عارفها. فريفيو يور نوتس بيفور كلاسز. طيب بعد كده ignore distractions such as side talks or external noise، ما تنشغلش باللي حواليك، ما ترغيش مع اللي جنبك الكلام الحلو اللي انت متعلمه من كي جي 1 ده. Take notes on the speaker's most important point and prepare question. الحتة دي بقى يمكن هي أهم فقرة هنتكلم فيها، إزاي how to take notes من المحاضر بتاعك بحيث إن أنت يوم الامتحان تقدر تراجعها تتذكر المعلومة بسهولة. ماشي يا باشمهندسين، كان دايما في اي دفعه بتلاقي واحد او اتنين كده محاضراته نازله في المكتبه اللي احنا بنصور فيها الورق، وايه الناس بتروح تصور المحاضرات بتاعته. هل انا المفروض اكتب كل كلمه الدكتور قالها، ولا كل الدكتور بص فوق اقول ان الدكتور بص فوق؟ في ناس فعلا عندها قدره تكتب محاضره بالديتيلز بطريقه توصل اللي بيقراها للملل. طبعا مش المطلوب منك ان انت اي كلمة الدكتور بينطقها تكتبها، المطلوب تكتب لنا الخلاصة اللي انت فهمتها من الدكتور، وهنعرف طريقة معينة للايه لكتابة المحاضرات بطريقة ايه جيدة، ان انت بعد كده لما تيجي تراجعها تلاقي نفسك سريع وفاهم انت بتعمل ايه. Be sure to turn off cell phones، يعني خلي بالك ان انت تقفل التليفون بتاعك قبل ما تخش المحاضرة، ومن غير ما نتكلم يعني ده شيء ايه بديهي يعني معروف. طيب حتة بقى taking notes دي في طريقة هنعلمها لكم اسمها Cornell note taking method. بس ربنا يكرم الباوربوينت، مش عارفة ازعل مني النهاردة مش راضي يتحرك. اهو Cornell note taking method دي طريقة واحد فاضي كده عالم من اللي هما بيحبوا يعملوا لنا كل حاجة ببساطة اسمه كورنيل، جه قال لك ازاي تسطر الورقه وتكتب فيها بطريقه ان انت فيما بعد على وقت الامتحان تقدر تبقى ايه عارف كل حاجه ايه بسرعه. قال لك تجيب الورقه الاي 4 العاديه خالص، ورقه الطباعه العاديه بالابعاد العاديه اللي انت شايفها دي 8.5 انش في 11 انش. عندك هتاخد حوالي ربع الورقه وتكتب عليه كيو كولوم، وبقيه الورقه تسيبها للنوت تيكينج اريا، وتحت 2 انش كده هتاخد حاجة اسمها سامريز. طيب في كل منطقة من دول هنكتب ايه؟ في الكيو كولوم ده هكتب الهيدلاينز او المعلومات العامة، انا خدت اتكلمت على الجرافيتي، اتكلمت على قوانين نيوتن، اتكلمت مش عارفة على السرعة، اتكلمت على ايه، هكتب رؤوس اقلام زي ما بنقول. ماشي يا جماعة. طيب في النوت تيكينج اريا دي هنكتب ايه؟ هنكتب الديتيلز شرح الكلام. طيب في السامريز اللي تحت دي هكتب ايه؟ هكتب الحاجة اللي انا الحاجة اللي هكتب الحاجة اللي انا ايه الخلاصة بتاعت الموضوع. بمعنى ان لو انا باخد مثلا مادة علمية فيها مسائل وكده، فانا محتاج اني اعرف الايكويشنز على طول، يبقى في السامريز دي هكتب الايكويشنز. فوق بقى في النوت تيكينج دي لو الايكويشن دي ليها ثيوريتيكال باك او ليها اثبات انا هكتبه في النوت تيكينج اريا. ففهمنا الفرق يا جماعه بين الثلاث اماكن دول، كل مكان هنكتب فيه ايه؟ تمام كده. طيب اللينك اللي تحت ده هيجيب لك على اليوتيوب الطريقه دي، فيديو صغنن كده حوالي 3 4 دقائق، يا ريت تبقوا اتفرجوا عليه هو قصده ايه بالكورنيل نوت تيكينج ميثود دي. طيب
عندنا بقى هندخل في اللاين التاني بتاع المحاضرة اللي هو الإفكتيف ستادينج، أو المفروض أنت تعمل إيه عشان تذاكر بفاعلية، أو بفاعلية بمعنى إيه أقل وقت ممكن وأكبر تحصيل ممكن. فقال لك guidelines to study effectively، يعني الحاجات الجايدلاينز أو الحاجة اللي هتؤدي إلى إن إحنا نوصل إن إحنا نذاكر بطريقة effective. أول حاجة connect classwork to long range goals، يعني دايما اللي بتاخده في الكلاس حاول تربطه بالواقع، حاول تحسه في الواقع ان انا باخد حاجة مهمة هتديني ايه اهمية فيما بعد. طيب become active and involved in learning، دي اللي هي اللغة باللغة العامية البسيطة التعليم ولا التعلم، انت تستنى المعلومة لحد ما تيجي لحد عندك ولا انت اللي تروح تجيب المعلومة. هو في طبيعة إنسانية كده، أي حاجة بنتعب فيها بتثبت في دماغنا أكتر، فأنت لما بتعمل سيرش على معلومة معينة أو كده بتثبت في دماغك. فبيقولك خليك أكتف ليرنينج، يعني إيه؟ إن أنت لو مثلا في الكلية خدت رؤوس أقلام أو خدت حتة بس مش عارف تفهمها قوي بالكم المعلومات اللي موجودة قدامك، ما تعمل سيرش على جوجل وعلك شوية كده بدماغك لحد ما توصل إن أنت هاضم الموضوع وحاسس بالموضوع ايه كما يجب. ماشي يا جماعة؟ فدي حتة active and involved in learning، ان انت دلوقتي مش مستني المعلومة توصلك، لا انت اللي هتدور على المعلومة. طيب get control over your time by time scheduling، يعني ايه بقى get control over your time؟ يعني حاول تتحكم في الوقت بتاعك، حاول تعمل له management زي ما بنقول. يعني ما فيش حد فينا يقول لك ان انا دخلت الكلية كنت ما بعملش حاجة غير اني بذاكر، ده كلام ده مش صح 100%. ولو قلت لك برضو ان انا كنت داخل الكلية بهرج 100% او ان انا خلط وقت اللعب بوقت الجد، برضو بضحك عليك. في وقت كده نبقى خلاص عندنا تاسك هعملها، خلصت التاسك ما فيش مشكلة ارفه عن نفسي، اشوف فيلم، اخرج مع اصحابي، whatever ايه الحاجة اللي بترفه عني اعملها. بس المهم اولوياتك ايه، أول تخلص التاسكات اللي وراك والحاجات المطلوبة في الكلية، فيما بعد بقى أنت حر في وقتك. فهتعمل الموضوع ده بإيه؟ بإن إحنا نعمل جدول للوقت بتاعنا، نشوف أنا إمتى فاضي وإمتى مليان عشان أقدر أمانج الأمور بتاعتي. فبيقولك أنت عندك جدولين يتعملوا، make a weekly master plan و make a semester calendar. إيه الفرق بين الماستر بلان الويكلي وإيه الفرق بين السمستر كالندر؟ إن أنت عندك الويكلي ماستر بلان ده أنا في الأسبوع باخد مادة فيزيكس، باخد ماث، باخد انجليش، باخد، هجيب ورقة فاضية واكتب الأماكن أو المواعيد اللي أنا ورايا سكاشن فيها. سكشن الماث مثلا أنا عندي شيت بيتسلم في سكشن الماث، يبقى المفروض أعمل حساب اليوم اللي قبله لوقت مذاكرة في الماث. ممكن بعد السكشن على طول برضو أسيب وقت كده أني أراجع الحاجات اللي خدتها في السكشن. فبناء على مواعيد السكاشن ومواعيد الشغل في الكلية هبدأ أحط المواعيد المناسبة للشغل بتاعي في البيت أو المذاكرة بتاعتي. طب السمستر كالندر دي هتساعدني في إيه؟ في إن أنا مثلاً هو أنت في الكلية معروف إن سابع أسبوع عندك امتحانات الميد تيرم، يبقى أنا الأسبوع السادس ده لو أنا مرفه عني مثلاً، مرفه عن نفسي يوم بخرج الخميس مثلاً أو يوم الحد، أنا كده كده بتأخر في الكلية فبقضي برا مع أصحابي، لا الأسبوع اللي قبل الميد تيرم ده انا هلغي الحتت دي، هرجع البيت بسرعه، هاخد نوم، هقلل حتى نزولي الكليه على قد ما اقدر. لو سكشن ما بفهمش فيه قوي مش مشكله اغيب مره، لو محاضره ما بطيقهاش خلاص مش مهمه احضرها، هكذا بحيث افضي نفسي اكتر لوقت ايه مذاكرتي في البيت. فسمستر كالندر ده هيخليك ما تحسش الاحساس اللي انتم بتحسوه لما بتيجي تتصدم الصدمه الاولانيه بتاعه الميد تيرم، انت بتبقى يا دوبك لسه بتعمل تسجيلات المواد ومش عارفه ايه، بتلاقي نفسك عدى 3 أسابيع أسبوعين وبتلاقينا بنقول لك يلا ميد تيرم. فأنت من الأول تبقى عامل حسابك إن في ميد تيرم في الأسبوع السابع، فتبقى مفضي نفسك الأسبوع اللي قبله بتجهز للامتحان ده. ماشي يا جماعة؟ طيب حتة بقى إن إحنا نعمل جدول زمني للشغل بتاعنا هيفيدنا في إيه؟ Reduce the amount of time wasted. حضرتك سامعاني؟ أيوة. في ناس بس مش عارفين يخشوا الميتنج، برضو في مشكلة في اللينك. طب
انا هعمل ايه؟ طب ما احنا خرجنا ودخلنا، طب اعمل ايه؟ هو يا دكتور اصلا في ميتنج تاني بادئ، في بتاع حوالي 91 شخص هناك. طب ممكن تكتبوا لهم في الميتنج التاني ده ان يدخلوا هنا؟ طيب هو في ثلاثة ميتنج، مش اثنين بس اصلا. الميتنج ده اللينك بتاع الميتنج ده وهم مش عارفين يدخلوا على الميتنج ده من اللينك اللي احنا بنبعته لهم. يا دكتور ده فعلا هي ظاهرة غريبة قوي. هي حصلت معاكم كده في أي سكاشن تانية أو في أي حاجات تانية؟ هو بيحصل إن في حد دخل، فدخل على فكرة إن هو عايز يدخل. افتحوا الموبايلات يا جماعة، افتحوا الموبايلات. ما حصلتش قبل كده. يا جماعة طب ممكن توقفوا اللينكس اللي بتتبعت وتخشوا أنتوا بنفسكم من تيمز؟ يعني قولوا لهم يفتحوا تيمز ويخشوا على الميتنج اللي الدكتور عامله له سكادجولينج 58 دقيقة من غير لينكس. سلام. من الكالندر يا جدعان، من الكالندر الدكتور منزلها اللينك اصلا في الكالندر. جربوا، قولوا لهم يجربوا من الكالندر. يا دكتور لو سمحت حضرتك كملي. بصي قولي لهم ما يقلقوش، هي المحاضرة بسيطة قوي، لو سمعوا التسجيل هيفهموها، ولو حد مش فاهم حاجة يتواصل معايا مش هيبقى في أي مشكلة. فيعني حتى لو ما عرفوش يخشوا ما فيش أي مشكلة يعني. دكتور انا كان عندي نفس المشكله وكده، وكان طلع ان المفروض ادخل على لينك كانت بنت بعتاه مش على الميتنج نفسه، فانا كتبت لهم على الجروب المفروض، ولو حد مش عارف يبلغهم. طيب خلاص، مهم خلونا في اللي احنا بنقوله. ليه بنعمل سكيدولينج او ليه بنعمل جدول للتايم بتاعنا؟ لا عشان reduce the amount of time wasted hence saves time، اللي هي نفس الكلام ان انا بقلل من الوقت الضايع، بمعنى اخر اني بحافظ على وقتي ما بيضيعش. طيب انا دلوقتي انا كمعيد او كدكتور لما بيجي لي طالب منكم ويجي يقول لي ان هو مقفل والدنيا تمام معاه، ببدا انا اشك فيه. لكن لما انت بتبدا تحس ان انت عندك مشكله او مش لاحق او 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 قلبك على الشغل بمعنى اخر، ببدا احس ان البني ادم ده ايه مستوعب هو في ايه. فالحته الثانيه بقى اللي هي separate work and play hence promotes balance in your life، ان هي بتعمل بتفصل لك الشغل عن اللعب، فانت بتلاقي وقت تترفه فيه زي ما قلت لك ويحصل لك البالانس in your life. طيب الحته اللي بقولها لك ان انت كونك عملت scheduling هيبدا يحسسك اذا كان وقتك ضايع ولا لا اساسا. يعني انت لما تعمل لنفسك سكيدولينج كده وتلاقي نفسك مش ماشي عليه او في مشكله، يبقى انت عارف ان انت عندك مشكله. لكن لو عامل جدول ولا فاهم حاجه ولا ماشي في الدنيا كده، لا يبقى في مشكله. فدايما حس ان ايه الوقت ده مهم جدا، عامل مهم جدا في الكليه بتاعتك. ماشي. هاز بريفنس كرامينج. كرامينج يعني ايه؟ الزحمه اللي بتحصل لك دي، انت زي ما بقول لك تفاجئ ان يلا هي في ميد تيرم، فالحتة دي مش هتحصل لك لأن أنت فايق من أول يوم وعامل لنفسك جدول زمني من أول يوم. هنا بقى هيبدأ يديلك شكل للإيه؟ للجدول الزمني. أهو حاطط لك الأيام اللي الناس بتشتغل فيها، Monday، Thursday، مش عارفة Tuesday، Wednesday وهكذا، وحاطط مواعيد السكاشن أو الجدول بتاعه. بعد ما حط السكاشن والجدول بتاعه، اختار المواعيد اللي هيذاكر فيها للسكاشن دي. ماشي؟ وبعدين حط مواعيد النوم والأكل والكلام ده كله. ماشي. فحطت مواعيد النوم والأكل والكلام ده كله. بعد كده كل اللي لونه بينك ده اكتشف ان هو فاضي بالنسبة له وممكن ياخد راحة فيه. فلما بعمل جدول زمني لنفسي بلاقي امتى انا قادره اخد راحه، وبلاقي ان هو وقت مش قليل بالنسبه ان انا طالب في كليه او في جامعه او كده. ماشي يا جماعه. طيب دلوقتي هنقول لك بقى الانفورميشن بروسيسنج اند ميموري. انت دلوقتي في الامتحان محتاج ايه من الذكاء بتاعك او من الاي كيو بتاعك عشان تحل الامتحان؟ محتاج حته الميموري دي اللي هي التذكر، تقعد تدعي ربنا ان انت تفتكر المعلومه اللي كانت في دماغك او اللي انت كنت حاسس ان هي حافظها كويس جدا. فبيقول لك دلوقتي البني ادم بيخش له
المعلومات للميموري بتاعته عن طريق الحواس الخمسة بتاعته، سواء النظر، سواء السمع، سواء التاتشنج، سواء الهيرينج، سواء أي حاجة في الدنيا دي ممكن تعمل لك ذاكرة. في حاجة اسمها ذاكرة بصرية، ذاكرة سمعية، ذاكرة بالتذوق، ذاكرة يعني انت لما بتشم برفان مرة بتيجي بعد شوية تشم البرفان تقول اه ده البرفان ده اسمه كذا. لو شميت لو كلت مثلا أكلة بتعرف الأكل ده فيه فلفل اسود ولا لا، او لو كلتها تاني بتعرف ان الأكلة دي اسمها كذا. فكل دي تندرج تحت مقولة ان ايه، ان انت عندك ذاكرة. طيب بعد ما حصل ان في مدخلات جات لي عند السنسوري ريجستر دي اللي هو المربع الاولاني ده، حصل لي مدخل ودخل في السنسوري ده، بيحصل ايه بقى؟ انيشال بروسيسنج، زي الكمبيوتر كده الدماغ بتاعك او المخ البرين بيبدا يترجم المعلومه. يعني انا شفت اسد، انا عارفه ان ده اسد، الذاكره بتاعتي بتقول ان الشكل اللي انا شايفه ده اسد. فده مين اللي بيعمله؟ الريسبتورز بتاعت النيرفس بتنقلها لك للبرين، المخ بتاعك، والمخ بيبدا يترجم. فحته انيشال بروسيسنج ده معناه ان المخ بيترجم اللي هو شافه او السؤال اللي شافه او وات ايفر ايه. يعني انت بالنسبه لك في الامتحان مخك هيبدا يترجم لك السؤال عايز منك ايه. ماشي. طيب هنا المعلومه اول ما بتدخل عليك في المحاضره بتدخل فين؟ شورت ميموري ولا لونج ميموري؟ من الرسمه اللي قدامك هو السهم في الانيشال بروسيسنج، اول السهم بينزل تحت للشورت ميموري ما بيطلعش اللونج ميموري. طيب انت في الامتحان محتاج انهي ميموري فيهم؟ انت محتاج اللونج تيرم ميموري. انت في دماغك في حاجتين، في شورت ميموري وفي لونج تيرم ميموري. طب الشورت ميموري دي اللي هي ايه؟ انا زي ما بقول لك انا شفت بني ادم خلاص شفته ومشي راح لحاله، انا مش هفتكره، انا دماغي مش تفتكر. لكن شفته مثلا وكلمته وعملنا واتصاحبنا بعد 10 سنين هشوفه هفتكره تاني، يبقى هو دخل عندي في اللونج تيرم. لكن انا البني ادمين اللي بشوفهم في الشارع يوميا دول هم داخلين في الشورت تيرم وبيمشوا لحالهم. ايه فرق الشورت تيرم ميموري من اللونج تيرم ميموري؟ ان حصل حاجه ثبتت المعلومه في دماغي. ماشي يا باشمهندسين؟ ده بالظبط اللي احنا بنقصده من ان انت تذاكر المحاضرة، ان انت خدت المحاضرة ممكن تخرج من المحاضرة فهمها وساتسفايد وزي الفل ما عندكش اي مشكلة. ماشي؟ بس لو ما ذاكرتهاش هتنساها، هتيجي عند سبع اسبوع اللي احنا بنتكلم عليه ده بتاع الميد تيرم، لا محتاج ان انت تذاكرها او تراجعها. فدي الحتة الرسمة اللي قدامك دي هي بتكلمك في المواضيع دي كلها. طيب بيقول لك عادة الذاكرة البصرية هي أكتر حاجة بتضيع منك لو ما فيش حاجة تانية حصلت لك غير إن أنت إيه بصيت على الحاجة. زي كده لو أنت قاعد تتفرج على السلايدز بتاعت الدكتور بتاعتك وما ذاكرتش وما عملتش حاجة هتتنسي على طول. فبيقول لك كمان إن أنت لازم تشتغل على الذاكرة البصرية مع السمعية مع كل حاجة عشان تقدر تحافظ على المعلومة بتاعتك. فهنا اللي نطلع بيه من الكلام ده ايه؟ ان انت لو سمعت المحاضرة وروحت بيتكم نمت انت كده دخلت المعلومة في الحتة اللي هي short term memory ونزلت على السهم اللي تحت اللي هو ايه بقت forgotten. لكن لو اشتغلت على المعلومة هتدخل في long term memory وهتفضل ايه موجودة في دماغك. خلاص كده يا باشمهندسين الحتة دي مفهومة ولا في مشكلة عند حد؟ هما الـ retrieving والـ repetition دي؟ repetition يعني بيحصل تكرار، معلومة رايحة جاية في دماغك. أي تمس يعني هو السهم بيرجع تاني short memory؟ نعم؟ ولا إيه يعني؟ أنا مش فاهمة حركة السهم. إن هي هتفضل رايحة جاية في دماغك. يعني هنلف حوالين نفسنا short term. بعدين حصل ريبيتيشن ان انت عايزتي المعلومه فدخلت تاني وبعدين راحت لريهرسل دي اند كودنج ودخلت في اللونج تيرم. اوكي ما انت لما بتذاكري المحاضره بتذاكريها مره ولا بتعيديها كذا مره؟ ما يبصي في سهم نزلها لك الاول شورت تيرم بعدين طلعها لك لونج تيرم ميموري بعدين نزلها لك تحت بعدين انت عملتي ريبيت فرجعت تاني شورت وبعدين هتطلع تاني اللونج وهكذا. يعني انت ما بتذاكريش الدنيا مره واحده او ما بتحفظيش المحاضره مره واحده، انت لازم تعملي لها ريبيتيشن عشان ايه تفضل موجوده في اللونج تيرم ميموري. بدليل مثلا ان انا لو جيت اديت شغل اولى اعدادي وثانيه اعدادي هتلاقي نفسك نسيتيه صح، مع انه في وقته انت امتحنتي فيه وفاكراه وكل حاجه
بس ما حصلش بقى ايه ريبيتيشن دي او ما عدتيش المعلومه على دماغك في الوقت الحالي. بس برضو لو اديت الكتاب اولى اعدادي وقلت لك ذاكري وهمتحنك فيه هتفتكري لان انت كان موجود عندك ايه في الذاكره. دكتور نعم هو الكلام ده حقيقي ولا ده يعني مبني على اساس علمي؟ لا ده حقيقي، ده فعلا حقيقي، ده دماغك بتشتغل كده. ما هو زي مثلا دايما كنت بديها سامبل كده في المحاضرات ان زي مثلا انت دخلت تكشف سنان عند دكتور ماشي وشفت بني ادم قاعد قدامك، لو شفته بعد اسبوع في الشارع نسبه ان انت تفتكر ان انت شفته ضئيله جدا. لكن مثلا لو انت ما تصاحبتش عليه بس اتخانقت معاه لو شفته بعد الاسبوع ده هتفتكره لان انت حصل بينك وبينه اكشن خلاك ايه تفتكره شويه. فلازم يبقى في اكشن يحول المعلومه بتاعتك من اللونج من الشورت تيرم لللونج تيرم. فاهم دكتور؟ معلش عشان اتلخبطت، ممكن حضرتك تقول لنا تاني بسرعه الفرق ما بين لونج تيرم والشورت تيرم ولما الموضوع الارض؟ احنا دلوقتي اتفقنا ان الانفورميشن بتخش العقل بتاعنا البرين بتاعنا عن طريق ايه اي سنسوري بتاعنا سواء تيست سواء تذوق واتيفر ايه الحواس الخمسه اي حاجه بتحصل لنا بتخش في الاول خالص للايه للمخ بتاعنا. المخ بتاعنا بيبدا يعمل لها كودنج ويبقى ايه يحفظها جوه. عشان نوصل لطريقه الحفظ دي اللي هي احنا بندور عليها اللونج او التير او الشورت لازم نعمل حاجة تثبت المعلومة في دماغنا. فهو الرسمة اللي قدامنا بتقول لك ايه ان حصل لك external stimulus اللي هو ايه حصل لك استثارة خارجية. بمعنى ايه انت قاعد في محاضرة فسمعت الدكتور دي معلومات جديدة على ودانك ماشي، خلينا نقول ان ايه معلومة دخل لك من ودانك دلوقتي فدي معلومات جديدة في ودانك. بيبدأ تدخل المعلومة من ودانك تتنقل لفين للبرين بتاعك تحصل لها الانيشال بروسيسنج ده. اوكي الانيشال بروسيسنج هيودينا فين؟ هيودينا الشورت تيرم ميموري، هيودينا تحت مش هيطلعنا فوق. انا بقى عشان امتحن لازم انقل المعلومه من تحت من الشورت تيرم لللونج تيرم اني اقدر اتذكرها. ثواني يا باشمهندس. ماشي فانا دلوقتي التارجت بتاعي عشان انقل المعلومه من الشورت تيرم لللونج تيرم اني اعمل اي حاجه تنقلها لي من هنا لهنا. الحاجه اللي انت في ايدك تعملها عشان تنقلها من الشورت لللونج ايه؟ ان انت تقرا المحاضره مره كمان. طب قريت المحاضره مره كمان وذاكرتها وحليت الشيت، هل مثلا اول محاضره في السنه هتيجي عند سبع اسبوع او الاسبوع ال15 اللي هو اخر السنه هتلاقي نفسك ان انت ذاكرتها مره ففاكرها اخر السنه؟ اكيد لا. فبيبدا ثالث سهم ان هو ايه رجع الثاني من ان هي لونج تيرم نزلت ثاني ايه بقت شورت تيرم. فهعمل ايه؟ هعمل ريبيتيشن او هنعيد ثاني عشان تطلع لي من الشورت لللونج. فهمتوا السايكل ماشيه ازاي يا جماعه؟ تمام. هو مساء دكتور، بس دكتور هو الميتنج هيقفل كمان خمس دقايق، ظهر مسج ان هو هيقفل كمان خمس دقايق او اقل كمان. ليه زعلان؟ ليه؟ معرفش، هو اكيد ده وقت حضرتك عاملاه يعني. لا ده في السكادجولينج عادي بس هو مش هيقفل. طيب تمام، لو قفل نعمل واحد تاني بس ان شاء الله مش هيقفل يعني. هو بيديك بس معلومه متهيئه. اه مش عارف مش هيقفل. كان عندي سؤال، هو الفيلم ميمو دي اخرها يعني تقعد قد ايه وبتتنسي خلاص؟ لا دي بقى حسب المعلومه جايه لك منين يعني، حسب هي داخله من يعني. قال لك مثلا اقل ذاكره بتحصل لك اللي هي الذاكره البصريه، ان انت حاجه معلومه تخش لك بعينك يعني. السلايد دي بيقول لك ايه from visual sensory register fade very quickly. very quickly دي قد ايه بقى؟ كل واحد وذاكرته، لان دي حاجات برضو فروق فرديه ما نقدرش ندي ازمنه فيها، بس نقدر نقول ان اضعف ذاكره عند البني ادم هي الذاكره البصريه. ماشي يا باشمهندسين؟ طيب الجايد لاينز بقى to study effectively بعد كل الهري اللي احنا قلناه ده. اهم حاجه عشان انت تستدي افكتيفلي تعمل ايه؟ ستيك تو يور سكيدجول، فايت ليزنس، داي دريمينج، براكتس بيشنس. يعني ايه الكلام ده؟ خليك اعمل الجدول الزمني ده وامشي عليه. يعني انا ابن اختي في سنكم كده
كان يعمل الجدول الزمني ويعلقه ويقعد كل يوم يشطب فيه ان هو ما قدرش يمشي عليه. فطبعا ما تعملوش زيه يعني, عارف ما تعملش زي ده, تخليك stick to your A schedule. فايت لازنس يعني حارب حتة. طبعا الناس كلها بتحب الراحة, انا من الناس اللي بحب الكسل والراحة يعني, حد يقول لا يعني بس يقول لا, بس لازم تقاوم نفسك وتقوم تشوف شغلك. داي دريمينج حتة دي بقى بصراحة بقت مشكلة عامة في الطلبة بتاعت الكلية عندنا, بقى فيه كم نيجاتيف انرجي واصل لكم ناحية الكلية ما كانش ايامينا كده والله يعني, كنا عادي يعني. تبقيتوا شايفين الكلية صعبة جدا, والكلية مهما عملت مش هتديني, وان عشان اطلع جي بي 2 ده مش عارفة. لا خالص, ما تشتغلش على نفسك بالطريقة دي, اشتغل على نفسك ان زي ما غيري نجح انا ممكن انجح, ان الكلية مش اصعب حاجة و الى اخره, لحد ما يتعلى بنفسيتك شوية. عارفين الفيلم القديم بتاعنا مش قصير وقزع انا طويل وهبل؟ على فكرة ده مش تريقة, ده حاجة في علم النفس فعلا, ان انت اللي هتقنع نفسك بيه هتقتنع بيه. لو اقتنعت ان انت فاشل ومش هتعدي من الكلية هتفشل ومش هتعدي من الكلية. فلازم دايما يبقى عندك الداي دريمينج دي, ان انا شايف مستقبل احسن, بكرة احسن, بكرة اتخرج ابقى مهندس قد الدنيا, والناس اروح اخطب احسن بنت وترضى بيا وهكذا يعني. اقعد احلم مع نفسك كده الدنيا ايه تبقى حلوة معي. براكس بيشنس يعني خليك صبور, ما تستعجلش الايه, ان انا مثلا لو دخلت, لو ذاكرت ودخلت ميد تيرم واخفقت سنة مش نهاية العالم, لازم ايه اشتغل تاني واعمل تاني الدنيا ايه بالراحة كده على نفسنا. Best time to study is right after class. ان انت تاخد الكلاس بتاعك او تاخد المحاضرة تروح تذاكرها. ليه؟ المعلومة لسه فريش في دماغك ولسه صوت الدكتور معاك, فانت لما هتقرأ النوتس اللي انت كتبتها انت كده بتثبت المعلومة في اول مرة, اللي هي حتة بننقل من الشورت لللونج تيرم. طيب study your difficult classes early afternoon. ماشي, بيقول لك الصبح قبل الظهر كده حاول ايه تستدي الحاجات الصعبه بالنسبه لك. انا بالنسبه لي الجمله دي between quotations بصراحه, لان انا نفسي لا, انا بحب اصحى الصبح بدري قوي واشتغل. في ناس تانية قابلتهم في حياتي بيحبوا يشتغلوا اخر الليل, وخدت انا دوره كده في التايم مانجمنت, فقال لك إن هو أساساً كل بني آدم فينا ليه كيرف نشاط مختلف عن اللي جنبه. يعني زي ما بقولك في ناس بتحب تشتغل الصبح, في ناس تشتغل بالليل, في ناس بتحب تشتغل وسط الناس, في ناس بتقفل على الأوضة على نفسها تشتغل. كل حاجة من الكلام ده خاصة بيك, فأنت تشوف لنفسك إمتى الوقت اللي أنت بتبقى مفوق فيه وتذاكر. في الامتحان هيسألك إمتى تستدي difficult classes, قول له early afternoon. ماشي, عشان نبقى متفقين. Incorporate self-testing into your study schedule. يعني ايه الكلام ده؟ ان انت تدخل لي حتة self-testing. يعني مش كفاية ان انت تقرأ المحاضرة وتمشي, لازم تشوف المحاضرة دي انت لما بتيجي تطبقها في الاسئلة تمام ولا عندك مشكلة, ارجع تاني اشوف فين المشكلة وهكذا. Begin to prepare for test a week in advance. زي ما قلت لك كلنا بنبقى مريحين شوية ونشد ايام الامتحانات, فهنشد في فترة قد إيه؟ قال لك تقريباً حوالي أسبوع أشد نفسي فيه. هشد نفسي أعمل إيه؟ اللي بيروح تمارين مثلاً يبطل تمارين, اللي بيخرج يومين في الأسبوع يخليهم نص يوم, اللي بيعمل حاجة فاهمني زي ما قلت لك محاضرات مش مهمة ما تحضرهاش هكذا يعني. طيب المنظر اللي قدامنا ده بقى إيه؟ The forgetting curve أو الكيرف بتاع النسيان. قال لك دول اتنين طلبة, البينك ده طالب ملتلس المحاضرة وقراها في ساعتها, والطالب اللي هو باللون الأزرق ده خد المحاضرة وإيه وفهمها وكل حاجة وروح بيتهم ما عملش أي حاجة. فقال لك عن الأسبوع التاسع الطالب اللي ذاكر في نفس الوقت لقى نفسه متذكر من المحاضرة حوالي 70% منها, يعني محتاج مراجعة بسيطة وترجع له المعلومة. الطالب التاني اللي ما فتحش المحاضرة بعد ما سمعها مش قادر يستوعب أكتر من 15% من المعلومة اللي إيه كان هو خارج من المحاضرة وحاسس إنه مجمعها بنسبة 100%. ماشي باشمهندسين؟ فقال لك دي فايدة إن أنت إيه أول ما تخلص المحاضرة حاول تراجعها وتحل الشيت بتاعها. طيب follow a good study strategy. طيب هل في حاجة اسمها study strategy؟ ما كلنا بنقعد نذاكر, في واحد بيعرف يذاكر واحد ما بيعرفش يذاكر الصراحه اه, وده تقريبا اللي بيفرق اول الدفعه عن اخر الدفعه, ان ده عارف ينظم وقته ويذاكر
بطريقة صح، وده معرفش ينظم وقته ولا يذاكر كويس. حاجة كده يعني دردشة ما بيننا، عايزاكم تفتحوا المايكات وتقولوا لي انتوا بتذاكروا ازاي عشان نتفق مين صح ومين غلط. ما حدش بيذاكر ولا ايه؟ في طريقة البنادورة يا دكتور. لا انا عايزة الطريقة العملية العلمية العملية اللي انت بتعمليها في بيتكم، يعني ما حدش شايفك ولا قريتي عن الطرق ولا اي حاجة، انت بتعملي ايه عشان تذاكري؟ هي دي، انا باخد ربع ساعه بعد كده بريك 5 مينيت بعد كده ربع ساعه بعد كده بريك 5 مينيت بعد كده. بتعملي ايه بقى في الربع ساعه دي؟ بلخص بسرعه الدرس واحل عليه. يعني انا دي طريقه ما باخدش وقت كبير في حفظ الليكتشر وكده، بحل دايما. انا عن نفسي ما بذاكرش خالص وبحل يعني على طول، اللي هو بفضل ان انا بفهم الحل مش بفهم ان انا عضار. طيب أيوة، لو جالك اسئله نظري الحل ده بنفس برضه بحلك. لو ما بيجي لي مثلا سؤال ما اعرفوش برجع تاني مثلا للسلايد او كده فبفهم الحته دي، ده بيبقى يعني معايا. انت جايبها بالعكس، البيضه ولا الفرخه، الفرخه ولا البيضه، فانت جايبها لنا بالعكس، انت بتبدا تحل. ايوه طيب. اعرف المهم هو احسن طريقه يعني، او اللي احنا اخترناها لكم ان نقولها لكم يعني، اللي هي SQ3RD. SQ3RD يعني ايه؟ Survey, Question, Read, Recite, Review. يعني في الاول قبل ما ابدا لكم السلايدز اللي هتشرح لكم الطريقه هكلمها لكم كده ايه بالراحه، يعني ايه باللغه العاميه كده، ان انت تمسك الشابتر بتاعك او الحاجه اللي انت بتذاكرها سواء المحاضره سواء اي حاجه بتحل عليها وتقراها لنا قرايه جرايد، بمعنى قرايه جرايد فعلا، بس تحط عينك على الشابتر تايتلز والحاجات دي، ويبقى معاك الشيت اللي انت عايز تحله زي ما زميلك بيقول، قاريه مش حالل، مش تقعد تحل بايدك وانت مش مذاكر، لا دي مش اصح حاجه. تقرا الشيت وتعرف انت ايه المعلومات اللي ناقصاه، وتيجي بعد ما قريت الشيت تقرا لنا الشابتر كده زي ما بقول لك قرايه جرايد، وتشوف تبدا تشوف انا قادر احل الشيت ولا لسه في مشكله عندي. طيب هقعد اراجع مع نفسي لحد ما اوصل اني اخلص ان انا ايه استوعبت الدنيا كلها والدنيا رتبت في دماغي. فاحسن حاجه زي ما بقول لك تقرا التايتلز تاخد فكره عامه وبعد كده تتعمق في الموضوع مش العكس. ماشي يا باشمهندسين؟ طيب اول حاجه السيرفي هي اللي ايه read the chapter titles, introduction, summary and end of the chapter question. يعني تبدا تشوف الحاجات الرؤوس الأقلام زي ما بنقول. Also review heading and subheading and graphics. This will provide an overview of the chapter. زي ما قلت لك تفر الموضوع كده، تفر الشابتر اللي معاك وتشوف لنا إيه المعلومات العامة عنه. طيب question بقى حتى دي إن أنت تحط prior to reading each section turn each heading into one or more question. تحول الشابتر ده إلى أسئلة أنت بتدور لها على إجابة. طيب فايدة الموضوع ده ايه؟ فايدته ان احنا بنحول القراءة من قراءة عادية لحاجة اسمها قراءة هادفة. القراءة الهادفة دايما بتدخل في دماغ الانسان اسرع. ماشي؟ بتبقى انت بتدور على معلومة بشغف، فلما بتوصل للمعلومة دي بتبدأ تثبت في دماغك. لكن لما انت بتيجي تمسك مثلا اي رواية وتقراها، روايات ادهم صبري والكلام ده، بتقرأ بتفر، ما بتبقاش بتدور على معلومة، فبالتالي في ديتيلز بتضيع منك. لكن هنا احنا بنذاكر فعايزين الديتيلز، فلازم احط question عشان يبقى عندي هدف وانا بقرا بدور عليه. ماشي يا باشمهندسين؟ read as you read each section, look for answer to your question. لما انت بتقرا انت بتدور على الانسر بتاعت questions بتاعتك. recite after you're finished reading a section and before moving on to the next section of the chapter, go back to your questions to see if you can answer them ولا لا. بعد ما قريت وخلصت قراية لكل section شوف نفسك عرفت تجاوب على السؤال اللي انت حطه ولا لا. لو انت مش قادر تطلع اسئلة زي ما بقولك هات الشيت قدامك وخلي الشيت هو التارجت بتاعك في الحل وانت بتدور على حلول الاسئلة دي وانت بتقرا. طيب هنا review بقى again review your question to see if you can. يعني خلاص بقى انت في الاخر
حليت الشيت شوف كده انت حليته وخلصته ولا لسه في حتة ناقصة. لو في حتة ناقصة هتبدأ ايه ترجع لها تشوف الدنيا موجودة في الورق ايه الاجوبة بتاعتك ولا لا. بالطريقة دي هتعمل refine your mental organization، هتنظم عقلك and begin to build your memory and understanding of the material. يعني بيقولك في الخطوة دي بس انت بنيت الذاكرة بتاعتك، يعني خلاص لما اتأكدت ان انت حليت انت هنا بقى عندك المعلومة محطوطة في الذاكرة بتاعتك وفهمت المعلومة كويس جدا. ماشي، الماتيريال اللي تقدمت لك دي انت هضمتها كويس جدا. طيب hindrances دي to problem solving، الحتة اللي هي بيقولك ايه لما بتواجه معضلة ازاي بتحلها. هي دي الصراحة محطوطة في المحاضرة دي، مقدمة للمحاضرة الجاية. بيقولك ان طلبة هندسة مفروض يبقوا عندهم certain condition في المايند بتاعهم، يعني في دماغك حاطط في دماغك ازاي تحل اي معضلة قدامك. انت على فكرة بتاخد، يعني لو موجود حد منكم في مدني معانا وبدأ ياخد هيدروليكس، فالهيدروليكس بنديهم حاجة اسمها coefficient of discharge او حاجة كده. يقولك دايما بيبقى فيه فرق بين الحياة theoretical والحياة العملي. ماشي يا باشمهندسين، الفرق ده انت بتشوفه في الطبيعة، يعني انا بديك في الكلية الحاجة الايديال. اي كائن عالم عمل قانون فهو عمله بافتراضات ايديال جدا مش موجودة في الطبيعة. انت لما بتنزل في الطبيعة بتلاقي problems لازم تتحل، فلازم دماغك تشتغل على الطريقة دي. لك من المشاكل اللي معروفة في العلم النفس حتة الفيكسيشن أو المنتال سيت دي، إن دماغك تقف زي ما بنقول بالعربي، دماغك وقفت. ماشي، طيب دماغنا وقفت إزاي بقى؟ قالك بصلي للناين دوتس دول وحاول تكونكت بالناين دوتس دي من غير ما تشيل القلم من على الورقة. ماشي يا جماعة، حد يعرف يقولي بنعمل إيه عشان نعمل نحل المعضلة دي اللي هو student activity number one ده؟ بيقول لك احنا عندنا 9 نقط عايزين نوصل ما بينهم من غير ما اشيل ايدي من على الورقة. ببتدي بالاول واحدة تحت على الشمال، بعد كده بطلع فوق، بس بطلع تاني بقى زي حرف الاسم. بتعدي الدوت صح؟ بعدي الدوت، بعد كده اوصل الاول واحدة في النص فوق والميدل اللي على اليمين، بعد كده بقى هكمل حرف زد لحد ما اوصل تاني اللي على الشمال، اخد بقى اللي في النص واول واحده فوق على اليمين، هيبقى فور لاينز بس. تمام زي ما زميلك هو حلها بطريقه لطيفه جدا. هي الفرق ايه او المعضله هنا ايه؟ ان الناس ساعات بتحط نفسها يعني كونسترينز مش موجوده في الطبيعه او معوقات مش موجوده في الطبيعه. يعني اللي مش هيعرف يحل المساله دي اللي هيفترض ان هو لازم يتحرك داخل الناين دوتس ما يطلعش فوق، لكن هي حل المساله ببساطه ان انت توسع دماغك وتطلع فوق الناين دوتس. هو ما قالكش كده، هو قالك ايه يعني اطلع او انزل، ما قالكش المساحه قد ايه، فانت في عندك حريه ايه في التعامل. خلاص كده يا جماعه، ففكره ان انت تفكر خارج القالب وكمان ما تحطش لنفسك حدود مش موجودة في المعضلة اللي قدامك. يبقى أهم حاجة عندي في حلول المشاكل إن أنا أحدد أنا عايز إيه بالظبط، ما حطش على نفسي معوقات زيادة. طيب اللي تحت بيقولك معاك 6 أعواد كبريت وعايزين 4 triangles مثلثات متساوية الأضلاع. هنعملها إزاي؟ هنعملها في شكل إيه؟ هو مثلث كبير، المثلث 3 أضلاع، احنا هنا عايزين 4 مثلثات. ايوه، جواه مثلث تاني مقلوب. هي ببساطه هيبقى هرم قاعدته مثلثه. ماشي يا باشمهندسين، يبقى احنا دايما واحنا بنحل مشاكل نفكر ايه بالحدود اللي معانا، ما نحطش على نفسنا حدود زياده. اخر سلايدز معانا عشان نبقى عملنا اللي عليكم وزياده، وعشان نبقى برضو يعني حسننا صورة الدكاترة ان احنا مش وحشين ولا حاجة، احنا بنديكم اهو التيبس بتاع التيكينج التيست عشان ايه تحلوا كويس. خلاص كده نبقى خلصنا كل اللي علينا، يعني قلنا لكم تذاكروا ازاي، قلنا لكم تكتبوا المحاضرة ازاي، كل حاجة. اول حاجة في التيكينج تيست ان انت تيست
ان انت arrive on time. تبدلي عشان الريلاكسيشن بتاعك، عشان انت تدخل الامتحان حاسس ان انت ايه relax، مش متوتر يعني. Do a memory dump. يعني ايه memory dump يا جماعة؟ يعني انت مثلا لما تخش الامتحان قبل ما تبص في ورقة الامتحان في كم equation كده في دماغك انت مش متأكد منهم، قص 2 ولا قص 3 ولا ايه. قبل ما افتح ورقة الامتحان افتح الدرافت بتاعي اكتب الايكويشنز اللي انا مش متاكده منها. ماشي يا جماعه؟ ده بالنسبه للميموري دامب. ريد دايركشنز كيرفلي، اقرا السؤال كويس جدا او الدايركشنز بتاعت الحل كويس جدا. يعني في ناس كانت اول ما طلعنا البابل شيت دي بتحل في البوكلت وتسلم لنا البوكلت فيه الحل والبابل شيت فاضي، كانت بتبقى مشاكل جامده يعني. اصل هو في الكنترول مش هيعترف لك بالبوكلت خالص، هو بياخد. فده ايه واحد ما قراش الدايركشنز اللي على الورق، فالدايركشنز دي ساعات بتفيد الطالب. بادجت تايم وايسلي. بادجت تايم يعني ايه؟ يعني تحكم في الوقت بتاعك بطريقه حكيمه. وايسلي يعني بحكمه. يعني ايه بحكمه؟ ان انا مثلا لو عندي امتحان في مساله واخده 70% من الدرجه وفي مساله واخده 30%، يبقى المساله اللي واخده 70% من الدرجه الدكتور حاطط لي ان انا احلها ب 70% من الوقت. طيب 70% من الوقت خلص ولسه ما خلصتش المساله، وصلت 80% من الوقت ولسه ما خلصتش المساله، اوقف الشغل في المساله دي ولا انقل على اللي بعديها ولا اكمل؟ قال لك بصراحه احسن حاجه ان انت توقف الشغل في المساله دي حتى لو عارف تكملتها. ليه؟ فكره ان انت تقفل سؤال في كليه زي كليتنا صعبه، ان انت تاخد 10 من 10 معانا، خصوصا في مواد الديزاين والحاجات بتاعت مدني وعماره والحاجات دي. فلما تجيب لي 60 من 70 في سؤال وتجيب لي 20 من 30 في السؤال الثاني احسن، ولا تجيب 70 من 70 وصفر؟ وطبعا 70 دي برضو مستبعده. فبيقول لك ان انت تتحكم في الوقت بتاعك بطريقه صحيحه، ان انت تشوف كل توزيعة السؤال الاسئله توزيعتها ايه وتبدا تتعامل مع الوقت due to الدرجات دي. ماشي يا جماعه؟ practice relaxation. طيب حد هيقول لي practice دي كلمة دقيقة مع relaxation، هل أنا ممكن أتحول من إنسان متوتر لإنسان عنده ثقة كده وريلاكسد كده؟ ممكن. إزاي؟ بالتدريب. يعني كلمة practice دي دقيقة جدا في الموضوع ده. قال لك في حاجة في علم النفس إن البني آدم بيتقن الحاجة اللي بيعود نفسه عليها. لو أنا قعدت أقول إيه يا نهار أسود ده النهاردة اليوم ده مش معدي، كل يوم الصبح أحس إن اليوم هتلاقي أيامك كلها تعقربت. لو صحي كده بتضحك للدنيا وزي ما ربنا يكون زي ما بيقولوا كده ان الطير في السماء بيبقى طالع مش عارف هيجيب لقمته منين وبيرجع بلقمته، فايه الدنيا بتتيسر. فحته البراكتس ريلاكسيشن، فانت عود نفسك ان انا خلاص انا ذاكرت وعملت اللي عليا وربنا اللي هيعوزه هيكون وخلاص والدنيا حلوه وتمام كده. بمره في مره في مره هتلاقي التوتر بتاعك قل. ماشي يا باشمهندسين؟ answer all questions، تجاوب لنا على كل الأسئلة. ودي حتى انتوا بتحبوها قوي، ما تحبوش تسيبوا حاجة أي حاجة هبدو، مش مشكلة. use all the time، استخدم الوقت كله في معظم الامتحانات. طبعا في الكلية عندنا هتستخدموا الوقت كله غصب عن عينكم يعني، بس يعني أنا عن نفسي من لما كنت بخلص بدري كنت بخرج بدري يعني، ما بحبش أقعد جوه. فتمام يعني. ماشي يا باشمهندسين، حد عنده أي أسئلة في المحاضرة؟ هو سلايد 18 انا كان عندي فيها سؤال عشان تبعدت قوي. 18 هو ايه الفرق ما بين فورجيتن فورجيتن اللي هي عند سنسوري وفورجيتن اللي عند شورت تيرم؟ فورجيتن شورت يعني في حاجات بتعدي عليك في الحياه ما بتشغلش بالك اساسا. ماشي، شفت عربية ماشية جنبك ما دخلتهاش أساسا initial process، ما حصلش أي حاجة. لكن مثلا اللي هي حصل لها initial processing دي حاجة زي حضور محاضرة، أنت حاضر وغرضك من الموضوع إنك تطلع بمعلومة، هتخش المحاضرة هتطلع بالمعلومة، بس المعلومة رايحة فين؟ رايحة في short term. ما ذاكرتش هتحصل لها إيه؟ هتروح forgotten. خلاص كده؟ يعني في حاجات بتعدي عليك على السنسوري بتخش لك بس من قلة أهميتها ما بتدخلش الذاكرة أساسا. دكتور. نعم.
ممكن حضرتك السلايدز دي تتبعت باوربوينت مش تل... مش ما تتبعتش بي دي اف عشان نعرف نفتح اللينك. حاضر تمام كده يا باشمهندسين. دكتور انا عايز اسال سؤال. اتفضل. في اللي هو الكورنل نوت تيكينج ميثود